اخش عندي او اسس الطبق التالت. الطبق التالت هو طبق لطيف جدا، وتشكيله الخضار اللي فيه مشجعه، واهم حاجه نعملها طعمها حلو. فانا بتكلم النهارده هعملها من غير صوص قوي، او مش هخليها فيها طماطم، او هخليها فيها لحمه، او هخليها فيها فراخ. ومع ان الطاجن ده يمشي عليه قوي، ممكن لحمه بتلو ما دام في صوص ابيض وفي مشروم وفي خرشوف بيبقى لايق عليه جدا، او صدور ديك رومي تقطعها صغير، او صدور فراخ. الثلاث حاجات دول اكتر حاجه تمشي معاها. طب يا شيف لو في بيف فيليه او حته لحمه، اقول لك هتمشي بس مش قوي زي ما انا بتكلم عن ده. فالتدريج التسويه بتاعهم واحده واحده هنشوف عامله ازاي، ولكن انا مش عايز برضه ايه اتسربع على طول، بس خليني هعمل حاجه حلوه الاول بس اتست الامور كده. ماشي، سيبها شويه الزيت بس يسخن معايا وابدا اشتغل واحده واحده. افندم. حاضر. ساره هانم، صباح الفل. صباح الخير يا دكتور. اهلا بيك يا ساره. ازيك؟ الله يخليك. تحت امرك. الحمد لله على السلامه، نورت الدنيا. الله يسلم عمرك، ميرسي لذوقك. شكرا. الله يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله كله بخير. الله يبارك لك يا رب. تحت امرك. ما شفتش حد بيقول تفاصيل التفاصيل كده في الطبخه قبل ما تتعمل، ويعني اقول لك ايه، بس الدقه اهم حاجه عند حضرتك الدقه. طب دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ لا طبعا حاجه كويسه. طب الحمد لله، احنا كده بنتعلم من حضرتك واحده. العفو يا فندم، العفو. بس انا دايما بقول والله يا ساره من وجهه نظر يعني ان الشغلانه تفاصيل. اكيد طبعا. اكتر من حط طبق على طبق على طبق، عشان يعني الموضوع ابسط من كده. تحت النفس اهم حاجه طبعا. ده عندكم انتوا النفس بقى، انا بعمل تفاصيل انتوا النفس احلى بقى. الله يخليك. تحت امرك. امر يا فندم. الله يخليك. انا كنت بقى عندي بقى ايه استفسار بسيط كده اهوت، عايزه اعرف طريقه الرز المعمر. تمام. ايه وفي كده اهوت حد بقى زعلان منك جدا جدا، وبيحلم ان حضرتك مش بتحبه. لا مين ده؟ يبقى بحبه، الحلم بيتقلب عكس. لا هي بقى ايه، هتكلمك وتقول لك. طب اداني. انا شيف علاء. يا حبيب قلبي شيف علاء، ازيك يا حلو؟ الحمد لله. اسمك ايه الاول؟ انا شادن حسام الدين عبد المنح صار ابراهيم شهيد صقر. انا اسف معلش، انا سامعي تقيل شوي. اسمك ايه؟ شادن حسام الدين. سادة؟ عبد المنح. ما انا لو قلت اسمك لوحدك انا هسمعه. استني بس استني بس، اسمك لوحدك ايه؟ سادن. سادة؟ سادن صح كده؟ يا اهلا بيكي يا سادن يا جميله. ازيك؟ طب قولي لي قولي لي ايه اللي حصل؟ انا زعلانه منك عشان انت مش راجل توديني عندك. ايه اللي حصل في الحلم؟ هو انت وعدتني في رمضان بعد رمضان لما يخلص هتيجي المسابقه. حلو ماشي. نزلت عندي بايه حالا؟ انتوا عايزين فاصل وانا عايز اقفل اللي في ايدي، فخليني اقفل حاجه واطلع فاصل ونكمل بعدها. ايه رايكم يا فندم؟ خليني ارجع تاني ليه. حطيت عندي سنه زبده، بشوح البصل مع الكرفس مع البطاطس. ليه عملت دول يا شيف؟ عشان الترتيب التسويه بتاعهم. انا عايز البطاطس تاخد وقت تسويتها، وعايز البصل كمان يبقى فيه نفس حلو مع كمان فكره الكرفس والكرات. طب ايه تاني هنا قدام عيني ممكن ياخد وقت في التسويه؟ الخرشوف الصراحه والامانه هو فروزن، يعني مش فريش. المشروم زيه زي الفلفل. البسله برده مش هكمل 5 دقايق معايا في التسويه. فلفل اخضر ما فيهوش تسويه، يبقى انا كده زي الفل قوي. طيب خليني اعمل حركه حلوه تظبط لي صوص حلو وبدون كريمه زي ما اتفقنا. زبده ودقيق، معلقه. بسم الله. حاضر، لحظة واحدة. معلقة زبدة قدامها بالظبط نفس المعلقة معلقة دقيق. أفندم. حاضر. وأشوحهم مع بعض كده كلكعوا. في حاجة باينة؟ شوف المنظر هنا، في حاجة باينة؟ أنت معايا يا أستاذ طمان ولا أنت فين؟ أيوة كده. طب ما ترد وصحصح لي كده معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. على الزبدة والدقيق هنزل بحبة الإيه؟ المرقة دول، شفت الكلام؟ دول 5 دقايق وهيربطوا رابطه هتشوفوا وكانك عامل بشاميل اهو من غير حتى 5 دقايق. بص الملامح، طبعا زبده وتقيل دي ماده ربط بلس او زائد كمان فكره ان احنا بنتكلم على البطاطس فيها نشويات، فبالتالي هتنزل فهتربط للصوص اللي انا عايزه. سيبها 5 كده مع نفسها ونشوف حكايتها عامله ازاي. بس يا فندم. يا حاجه هدى، صباح الفل يا ماما. ايوه صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ازيك يا حاجتنا؟ عامله ايه؟ انا مامت ولد معدي يوميا ونفسي يشوف حضرتك. ينورني، ده انا لسه اشوف والله.
هو معدي منين وبيحب حضرتك جدا. هو جنبك؟ هو جنبك؟ ما بيعرفش يتكلم قوي. طيب حاضر توامر. هو كل ما يشوف حضرتك يعني ما اقولكش حتى في القعده وهو قاعد دلوقتي كمان بيشوف حضرتك. هو اسمه ايه؟ هو اسمه احمد علاء. احمد علاء يا حبيبي. ربنا يحميه يا رب ويحفظه. عنده كام سنه؟ 71 سنه. انا عندي 71 سنه. ربنا يديك الصحه. وهو عنده اتفضلي. هو عنده كام سنة أحمد؟ عنده 33 سنة. ما شاء الله ربنا يحميه. حضرتك ساكنة في الحتة دي؟ من الدرجة الأولى يعني، بس بيفهم شوية كده وبيحب حضرتك جدا. طيب حضرتك ساكنين في الحتة يا فندم؟ أنا ساكنة في كوبري الخيل. طيب حاضر أوامر أمر. ممكن ما تقفليش السكة لو سمحتي؟ أنا ساكنة في ضباط كوبري الخيل. حاضر ممكن حضرتك ما تقفليش السكة لو سمحتي؟ ننسق مع زميل في الكنترول ببيانات حضرتك واسمك ورقم تليفونك وعنوانك. طيب تعرفوا تيجوا اكتوبر ولا صعبه؟ لا والله انا بقول لحضرتك يعني عندي القلب وما بيقدرش. طب صح خلاص خلاص حاضر هنبعت لك عربيه حد عندك تجيبك وتجيبه. ايه رايك؟ اوامر. يا رب يخليك. حاضر يا ماما. حاجه ثانيه؟ اوامر. سلمي عليه جدا جدا لحد ما نتقابل في اقرب وقت. حاضر يا ماما. اوامر يا رباب يا هدير. لو بكره انا جاهز. طيب الطبق الثاني دخلنا في حته طاجن بس صوص ابيض بمنتهى البساطه. ايه بقى الطاجن ده فيه ايه؟ بص كده يا فندم معايا، بصلايه، فلفل، هو اساسه خرشوف وبطاطس. فاكرين موضوع الصوص الابيض اللي احنا عملناه من شويه بفكره ماده الربط؟ يعني ايه ماده الربط اللي احنا قلنا عليها؟ هي معلقه الزبده قدام معلقه الدقيق، اربط بيها صوص ابيض، اربط بيها صوص بشاميل بحسب الكميات. يعني بشاميل هي نفس الفكره بس مثلا بحط 5 معالق زبده وخمس معالق دقيق مع لتر لبن او مع لتر مرقه فيعملوا معايا الصوص اللي انا عايزه اللي هو الصوص الابيض او البشاميل. ده اسمها ماده الربط او الرو. خدت منها بس بسيط جدا واعتمدت على النشويات بتاعه البطاطس. هطلع لي الصوص ده. بص المنظر بمعلقه الزبده والدقيق، شايف؟ طب انا لو عايز احط عليه كريمه براحتك، مش عايز برضه براحتنا، انا كده تمام زي الفل. بص الصوص عامل ازاي، وممكن ليه لا احط عندي او افتح بيه ربع كوبايه كريمه. بص قد ايه؟ ربع، ما عملناش اكتر من كده. واقلب. بص اللون عامل ازاي، مش اكتر. بص شكرا على كده. هتتبله؟ طبعا هنتبل. هو في طماطم شيري بس انا ممكن ما احطهاش الصراحه. تعالى نتبل بسنه ملح بسيطه كده، و ممكن كمان نعلي الكست بمكعب مرقه وادوب الكلام ده كله مع بعضه. وركز قوي لما اجي اتبل في الاواخر كده، لازم الحاجه تتقلب كويس عشان تدوب، ما اسيبش حاجه كده ولا كده. وشكرا. 5 دقايق ويتغرف برضه باذن الله. طيب شوف راح لفين. شوف افندم. حاضر. بص المنظر ريحته حلوه، بهارات لطيفه، هو بسيط مش ما فيهوش حاجات كتير. بنودي النار عليه شويه. انا دلوقتي عايز اقفل بقى اخر حاجه خلاص عشان خلاص نريحكم مننا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الطاجن اللي احنا عملناه مع حضراتكم بكل بساطه. بسم الله. يلا يا فندم بص الصوص عامل ازاي الاول، ركز معايا. الصوص عامل ازاي منه فيه، شوف. بسم الله الله اكبر. بالهنا والشفا. النار كانت هاديه فالدنيا تمام. وايه وجهه نظرك في موضوع النار هاديه؟ لا، هو النار الهاديه عامل اساسي في بعض التسويات ومهمه جدا. حاجه زي كده ما ينفعش اخليها عاليه. ليه بقى ما ينفعش اخليها عاليه النار؟ لعد اسباب. حاجه هتتلسق مني لو مثلا خلينا نركز بس مع بعض. بصلايه من دول شايفها يا فندم او اي خضره من دول لو النار عاليه هيحصل ايه؟ هتتلسق مني. مع معنى تتلسق، تتحرق، تغمق. اجي لما اقفل الطبق بالشياكه الحلو ده كده، هو كريمي كده اذا كان لونه ابيض او بيز زي ما حضراتكم شايفين، هتلاقي في حاجات على الوش كتير جدا لونها مسود. هقول لك انا اللي قاصد؟ لا، هو انا قرصت عليها في التسويه، يبقى انا مش قاصد، يبقى انا عملتها خطا. فلازم اقف عند دي واتكلم بكل تفاصيل، ودي حاجه مهمه جدا.